بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم درس جديد على كيفية رسم الباترون الأساسي. في الفيديو السابق رانا خذينا القياسات وعرفنا كيف نأخذ القياسات المناسبة ودون لها على ورقة. هنا اليوم راح نطبقوها على الباترون باش نعتمدوه في التفصال. كما قلت لكم البنات في الفيديو السابق، عرض الكتفين راح نقسموه على اثنين وناخذ القياس تاعنا. هنا راني راح نرسم يعني باترون عشوائي بقياسات عشوائيه، ماهيش قياسات حقيقيه لانه باترون مصغر فقط. هنا راني خذيت عرض الكتفين درت 20، قادرين تلقوه 18 19، يعني عاده انا نستعمل 19 سنتيم. هنا راني هبطت بنقطة حردة الإبط باش ندير حردة الإبط. هنا راح ندير قياس الرقبة. كما قلت لكم البنات، قياس الرقبة يختلف على حسب نوع القماش. هنا نفرضوا انه درنا 7 سنتيم على 7 سنتيم، قادرين نديروا 8، يعني كل وحدة على حسب القماش اللي عندها او حجم الزبونة. يعني كي تكون وحدة سمينة ما تقدريش ديري لها 7، ديري 8. كي تكون وحده ضعيفه يعني وما تحبش الرقبه تجي يعني محلوله بزاف، ديري لها 7 سنتيم. هنا راني نرسم في رسم تاع الرقبه الخلفيه فقط، لانه الاماميه راح تكون مثلا عندها يعني فورم ولا موديل. هنا راح نطلع من عرض الكتف الى الميلان هذا تاع الكتف. شوفوا البنات، يعني اي انسان عنده الميلان هذا تاع الكتف راح نحاول اني نهبط باثنين 1.5 سنتيم فقط. كما راكم تشوفوا يعني في الحجابات قادرين نديروا حتى 3 سنتيم للميلان هذا تاع الكتف. يعني في القنادر ننصحكم انكم تديروا من 1 الى 1.5 سنتيم، ما تفوتوش. هنا كما قلت لكم راح نهبط بالنقطه هذيك تاع باش نرسم حرده الابط، راح نهبط ب22 سنتيم باش القياس هذا البنات راني نعتمدو في القنادر تاع الشتاء اللي فيه مليمونش. هنا بعد ما خدينا عرض محيط الصدر راح نقسموها على 4 باش نلقو القياس اللي راح نحطوه على الباترون، لانه راح ناخذ ربع القياسات فقط في الباترون تاعي. هكذا نرسم لنفترض انه العرض تاعي لقيته 28 سنتيم. هنا راح نوضح لكم بالماركر يكون افضل، يعني الرسم ماهوش واضح. هكذا الرسم راه واضح احسن. راح نكمل القياسات تاعي، راح نهبط من محيط عرض الصدر الى الخصر، راح نهبط ب20 سنتيم. يعني والقياس هذا راح يختلف من امراه الى اخرى على حسب حجم الصدر. قد تكون وحده قصيره وبصح عندها صدر ما تقدريش ديري لها 18 سنتيم، اهبطي لها ب20 سنتيم راح يجيك القياس صحيح. كي تكون مثلا قصيره وما عندهاش صدر اهبطي لها ب 18 سنتيم، لانه كي تكون عندها صدر وتهبطي لها ب 18 سنتيم مثلا راح يكون موديل فيه القصه، راح تجيها القصه فوق الصدر، ما تجيهاش يعني في المكان المناسب. هنا لازم تاخذوا حذركم من هذا النقطه على حسب صدر المراه. وقادره تكون وحده يعني طويله تلقي البلاصه هذه تاعها تاع الخصر تكون شويه طويله، ديري لها 20 سنتيم. هنا حددت النقطة تاعي، راح نرسم خط، راح نكمل القياسات تاعي بنفس الطريقة اللي وريت لكم امس. راح نهبط من عرض الخصر الى عرض الحوض، راح نهبط ايضا ب20 سنتيم، ونفس الشيء يعني قادرين تهبطوا ب18 سنتيم، قادرين تهبطوا
حتى 22 سنتيم. لما تكون المرأة يعني سمينة عندها منطقة الحوض يعني كبيرة بزاف. انا هكا راني حطيت لكم الاحتمالات يعني الكل. كي تعود امرأة عادية يعني ما هي سمينة ما هي ضعيفة تهبطوا بعشرين سنتيم فقط. هنا بعد ما خذيت القياس تاعي قسمته ايضا على اربعة ودرت النقطة تاع القياس اللي لقيته. عرض الخصر وعرض الحوض. بعد راح نحدد الطول الكلي تاع القندورة تاعي، يعني راح ندير حوالي 150 سنتيم. لما تكون المرأة طويلة بزاف راح تزيدوا شوي في القياس. انا ننصحكم ديما تزيدوا في القياس باش يعني من بعد في الاخر كي تكملوا الخياطة القندورة راح تحطوا القياس الصحيح وتقصوا وتسرفلوا القندورة تاعكم، مش راح تديروا يعني القياس اللي لقيتوه بالضبط. حاولوا انكم تزيدوا ديما من حتى 10 سنتيم في الطول. هنا راح نرسم الباترون تاعي كما راكم تشوفوا. هنا راني رسمت الباترون على حسب القياسات اللي خذيتها في الفيديو السابق، يعني جيست ما زدتش حق الخياطة. هنا لازم نزيد حق الخياطة، يعني ندير حساب لي بانس، ندير حساب للخياطة اللي على الجوانب باش تجينا القندورة تاعنا قد. هنا في محيط الصدر راح نزيد 4 سنتيم. هنا راح نزيد 8 سنتيم، عفوا 6 سنتيم. هنا راح نزيد 8 سنتيم، يعني القياس تاع محيط الخصر عفوا الحوض راح يعني قادرين تستغناو عليه. راح يحدد لكم من بعد كي ترسموا الباترون تاعكم من الخصر الى الايفازي تاعنا راح تحدد وحدها بلا ما تقيسوا القياس تاعكم من الحوض. وهنا شوفوا البنات راني هبطت بقوس، ما هبطش كيما قبيل بزاويه حاده، يعني باش تجي الباترون تاعنا يجي الباترون تاعنا صحيح. هنا كيما راكم تشوفوا راني حبست في النقطه هذه، نكمل بالمسطرة باش نحدد الايفازي تاعنا على حسب الايفازي تاعنا كيف راح تجي. الايفازي تاعنا راك تحكموا فيها نتوما يعني على حسب القماش اللي عندكم، يعني هي باش تجيكم ايفازي يعني كبيره من 50 فما فوق. تحدوا من تحت ترسموا الايفازي تاعكم، تحدوا النقطه وتكملوا الرسم تاعكم كيما راكم تشوفوا. هنا في حدة الإبط راح نطلع بربعة سنتيم في النقطة هذه، من الفوق للتحت راح نهبط بربعة عشر سنتيم. البنات هنا راح ندير لكم درس وحده على حدة الإبط باش تجيكم الطريقة ناجحة 100%. راح ندير لكم درس وحده بإذن الله. هنا راح نرسم حدة الإبط تاعي كما قلت لكم، هبطت بربعة عشر سنتيم في الشوكة هذيك، دخلت بربعة سنتيم ونرسم القوس تاعي. حاوليكم البنات الباترون تاعي رواج بالقياسات الصحيحة بالطريقة الصحيحة يبقى في موضوع الإبط. راح ندير لكم عليه درس وحده ان شاء الله، يعني باش يجيكم الرسم صحيح بالنسبة للقياسات للسمينة وللضعيفة. هنا في الاسفل يعني كي نكمل القندورة تاعي نخيطها راح نطلع في الجوانب بربعة سنتيم، ستة سنتيم، يعني كيما تحبوا نتوما، باثنين سنتيم، يعني على حسب واش تحبوا نتوما، ونقص القندورة تاعي. هنا لما نجي نفصل القندورة تاعي بعد ما حطيت الباترون راح نفصل من فوق للتحت، جامي تفصلوا القندورة من تحت للفوق راح تجيكم عوجة، يعني كاينة نقاط يعني تبان لكم راهي تافهة بصح هي راهي مهمة جدا في التفصال تاع القنادر. هنا راني ما كثرتش عليكم القياسات باش ما تدوخوش فيها، يعني كل شيء راهو سهل وواضح باذن الله، يعني تبعوا فقط الخطوات راح تنجحوا فيها. نتمنى من البنات اللي دخلوا اول مره قناتي يديروا لي اشتراك، يفعلوا الجرس ويديروا لي لايك باش يوصلكم الجديد تاعي ان شاء الله يا رب. يعني نتمنى انكم تدعموني، وراح نحط في الايام المقبله يعني فصالات جديده ودروس اخرى باذن الله. هنا البنات شوفوا راهو الباترون تاعي واجد بدون تعقيدات، يعني سهل، طبقوا فقط الخطوات وراح تنجحوا فيه باذن الله. نتوما طبقوا على ميكا
وخبوه باش وين تفصلوا تجبدوه فقط. نتمنى انه يكون الشرح تاعي واضح. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام البنات.